سميتي عباس البناي انا هو البناي الحقيقي فهمتوني ديال داك السيده اللي كتقول لكم انا كونسياج وانا كذا انا هو البناي الحقيقي انا دابا جيت نكشف لكم الحقيقه ديال داك العذاب ديال دوك البنيتات وداك الشيء اللي كانوا كيشوفوا داك البنيتات وكيفاش جاوا نهار الاول انا هو اللي شفتهم راه جاوا دياماندات وراه في النهار اللي جابهم باهم عند عند مو راه جاوا دياماندات ما فيهم حتى شي حاجه وداك العذاب اللي شافوا داك البنيتات راه اليهود ما يديروش ليهم راه عذبتهم راه كانت بنيتها صغيره وراه كانت كتقول لها دخلي للكوزينه كانت كتعطيها الكوزينه وتعطيها التسياق وتعطيها بزاف ديال الحوايج فهمتيني راه تعذبوا كنت كنشوف العاده بالضرب البنيته صغيره كتخرجها للكوزينه بزاف ديال الحوايج فهمتيني راه هذاك الشيء لا اله الا محمد رسول الله كتعذبهم كتعذبهم العيادة بالعذاب القتله كانت قتلهم قرعت لهم قالت لهم حقي فيكم القمل باش مين باش ما ينعسوش معاها في الفراش ديالها كتقول لهم فيكم القمل كانت كتعزل لهم الفراش ديالهم فهمتيني داك الشيء العادة بالعادة ديك النار كيفاش وقع ديك النار كنت كنبني لها انايا في, في السطح فهمتيني وطلعت هي وايمان كانوا جاوا من الدار كان في كانوا ساكنين في الاول عند عند ما فهمتي وجابت ايمان مع كرام هذا مكحله ومطلعها للسطح فكتقول لي شوف ايمان تبارك الله قداش ولات شوف ايمان قداش ولات واش تمشي للبيت واش تمشي للبيت قلت لها الشريف انا بعدي مني واش بغيتي تدبري عليا في الحبس انا بعدي مني هاد البنت راه مازال صغيره وكتعلمي هاد البنات هكا تشد قلت الحياة وكذا وهذا راه ما كانتش كتحشم كاع حدا ما كانت كتمارس مع حسين حدايا انايا كانوا كيس هكا عليا في الطواليط وكتبقى تمارس مع حسين فهمتيني لو كان هادشي هذا راه تقولوا ما الحقيقه هذه بلا ما نقولها لكم انايا تقولها ما وشي داك ايمان اللي عزلوها عليها راه تقدر تقول الحقيقه راه هي تقول لكم الحقيقه راه تقول لكم اكثر مني انايا راه هي عندها شي حوايج اكثر مني انايا ولكن خصها تعزل عليها لا عزلت لا تعزلت عليها ايمان راه تقول لكم شي حقيقه اكثر مني انايا ومن هاد اللقطات هادو غير شايف بعيني وهذا يعني انا ماشي جلست معاهم ديما ايمان اغتصبت زينب انا كنقولها وكنقولها وكنعاودها ايمان هي اللي اغتصبت زينب كيفاش وقع كنا مشينا انا و انا وحسين خدامين في الدار عندها هي بقات مع البنات الله اعلم شنو هذا المهم هي كانت قالت لك حقي كانت في شي بانكا ولا هذا هي دي ديما كتشكي كتش بالبانكا انا كنت بانكا انا كنت هنايا فهمتي صونت على حسين قالت لي ويك انا راني كنت في هذا راه حقي مشيت نتيري فلوس ما نتيري فلوس اجي دابا اجي عندي الضمتة وعباس مني مشينا قالت لي شتي حسين شتي شتي اختها الكبيره شنو درت لزينب قالت لها قال لها مالها قال لها راه اغتصبت زينب فهمتيني قالت لها راه اغتصبت زينب وضمصوا القضيه بيناتهم بينها وبين امها وهذا ومشات القضيه زينب مسكينه مغتصبه عليها زينب بتات. يعني ما هضروش على زينب بتاتا علاش ما زينب مسكينه ما كتهضروش عليها علاش على ما هي قال لك ضربت قصيده ضربت طوموبيل ماتت مغتصبه ماتت الدود في يعني علاش ما كتهضروش على هاد زينب ايمان 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 هاد ايمان, إيمان شنو دارت ما كتهضروش على زين ما عرفتش علاش هاد الزينب هادي مسكينة علاش؟ ماتت عندها عام ونص ولا عامين علاش مسكينة هاد الزينب هادي علاش؟ أنا يا معلم في قلبي على زينب وخمشي ماشي بنتي واخا ما كتجينيش من العائلة أنا مألم على زينب مألم على زينب أنايا زينب ما شاء الله بديك الهضرة ديالها اللي كانت فيها وداك 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 الزين اللي كان عاطيها الله ما شاء الله وصافي يعني بقات فيا زينب بقات فيا زينب بزاف بقات فيا زينب بقات فيا زينب بقات فيا زينب أنا كنقول لكم المشاهدين أخوتي المغاربة أنا زينب راه فيا أنا كننادي لكم زينب راه بقات فيا بزاف زينب زينب أنا كننادي لكم على زينب راه زينب راه فيا راه زينب مسكينة ماتت مغتصبة راه زينب مسكينة ماتت مغتصبة وماتت صغيرة مازال عندها عندها شنو تقول في الدنيا ما نعرف المهم راه ماتت مغتصبة وماتت صغيرة والاغتصاب ديالها راني أنا أنا حاضر على الاغتصاب غصونت علينا السيده مرات باصونات على راجلها قالت لي اجي وديك الساعه راه كان مازال ما مجوش بها هو عاد مؤخرا تزوج بها راه لو مشيت لك غطرة مؤخرا عاد تزوج بها راه كان جالس عندها بلاكا غط الاول مافيا مافيا نيشان فهمتيني انا دابا كنهضر معاكم وراني خايفان على راسي انا كنقول دابا انا غادي في الشارع وانا كنقول مصابغي ما تجيني شي ضربه في راسي انا كنطلب منكم وكنطلب جلاله الملك انا أحميني انا ما كنهضرش على شي حاجه انا كنهضر على الحقيقه وكنهضر على زينب انا زينب راه كنهضر على زينب انايا وانا كنطلب منك يا جلاله الملك حميني انا راني قلت الحقيقه وهذيك راه عندها العصابات وانا غير درويش وانا خدام على وليداتي هادشي اللي كاين قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا